واعلمي يا نادرة الوجود أن الحب هو شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى. آه والله يا نادرة، شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى. احنونيني يا نادرة، احنونيني قوي. انا كده خلاص مش عايز حاجة من الدنيا. لازم اقول لك على حاجة يا يوسف، مقدرش اسكت. هلاوي رجع ومات بعد ما طلبني، وانا احبه. كيف ابقى مرتك واسكت يا يوسف؟ كيف يا يوسف؟ يوسف 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 يوسف. بلغني أيتها السلمى الحزينة ذات الدمعة الرقيقة أن خديجة هانم لما أرادت أن يكون لهذا القصر وريث أجرت مع نادرة ذلك الحديث. الكلام اللي هنقوله دلوقتي مش هيتعاد تاني أبدا. يوسف بيه مات، ساب في بطن نادرة حمل، نادرة تولد. لو طلع ولد هيبقى اسمه يوسف، يوسف نوار. يوسف المولود هيبقى حفيد نوار باشا وخديجة هانم. أنا بس اللي هربيه في حضني، في أوضتي. أنتِ أمه، لكن أنا كل حاجة. أنا المسؤولة عن كل حاجة تخصه. أنا مش بشاورك، ده أمر. لو رفضتي هترجعي بلدك انتي وبناتك من غير الولد. لو قبلتي هتفضلي قريبة منه. السر ده هيفضل بينا لحد الموت. موتي وموتك. عرفت من ياسا إن قصر نوار باشا استقبل مولود جديد اسمه يوسف الثاني، وفي نفس اليوم كان في مولودة في القصر اسمها وصفة بنت نبوي وهندية. ايوه حصل. يوسف يوسف نوار يرضع ويغير وينام جنب خديجة هانم. ما يناموش، هيصحى ويبكي ويعوزني. يصحى يبكي يعوزك تجيله ويفضل جنب خديجة هانم. هيجلج منامك طول الليل. أنا عايزة يقلق منامي. إيه دول؟ ماني جبت 4 قبل وصف. اشمعنى الدور ده؟ الهانم صرفت فلوس ليه؟ ده عشان يوسف بس صغير اللي اتولد مع وصفة في نفس اليوم. مستنياه بجالها ياما وربك راد مع نادرة. الولية هتتجنن من الفرحة، حاسة انها تموت الليلة دي من فرحتها. رزقك يا وصفة حلو. بيقولوا رزق البنات واسع. وهو في حد رزقه اوسع من نادرة؟ دي الحكاية، كانت فوق ونزلت تحت ومشت خالص وغابت سنين ورجعت فوق تاني. يا رب يا وصفة يا بنت هندية، حظك يبقى زي حظ نادرة واحسن كمان. احسن صعب، مفيش حاجة تكتر على ربنا وهتشوف. هشوف. بالك يا ولا يا فرح، طول الطريق مش عاجبني. ماليش يا سعالي. طب ما تتكلم عادي زي ما كنت بتتكلم. ولا هو اللي يتجوز اصداف ما يتكلمش مع علي بحر؟ أنا حر ونعمله اللي أنا عايزه. طب بس 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 بس. اهدى. حد هوب ناحية حريتك؟ طبعا حر. مالك محموق قوي كده ليه يا ولا؟ مش محموق ولا حاجة، بس أنا محدش يحاسبني. ونحاسبوك ليه يا فرح؟ اسمع يا ابني، ما تخليش كلام النسوان يغيرك. ما يصحش كده يا سي علي. تلم يا ولا واسكت خالص. لما عمك علي عمك في الكار وفي الدنيا يتكلم تحط صارمة قديمة في حنكك وتسمعه وتسكت، فاهم ولا لأ؟ سامعك يا عم علي. تتجوز، تمشي على راسك، تولع، أنت حر. بس مفيش حد في الدنيا له حاجة عندك أبدا. بس بردك لازم تبقى واعي وناصح وفايق لروحك. النسوان يا ولا وابوه رجاز والرجاله براد شاي. اول ما تخش البيت يجيبوا البراد يحطوه على الوابور. ويسيبوه يغلي. ولا فيش حاجه تخلي الراجل يغلي قد كلام النسوان اللي في ودن البراد لا مؤاخذه. والبراد يغلي. علي بحر ملوش كلمة عليك يا سي فرح. البساطي بيغير منك يا سي فرح. مفيش قبلك راجل ولا بعدك يا سي فرح. حسك بالدنيا يا فروحي. وفروحي يفور ويغلي وينزل يلطش في خلق الله. لا لا يا ولا لا. كلام السراير هد عماير وملوش دعوة بالحقيقة. فوق روحك ومستقبلك يا حبيبي. كأنك شايف اللي حصل جوايا. يعني نعمله ايه يا سعالي؟ تعمل اللي على مزاجك، بس ما تخليش حد يسرق عمرك ولا يضيع مستقبل حياتك زي ما حصل في عمك علي بحر. هتزود الحيرة ليه؟ ما تقولي على طول نعمله ايه؟ انت اضرب حالك يا فرح، بس المهم تفضل حر. مبسوط معاها كمل، زهقت هج، عايز تجيب حتة عيل شوف لك بنت صغيرة اتجوزها. المهم تبقى مالك حالك وعلى مزاجك. الفنان حر، لو مش حر ما يبقاش فنان. عايزة بناتي سنيورة وزهيرة يرجعوا البلد مع جدهم يا خديجة هانم. ليه يا نادرة؟ عشان أعيده تاني يا خديجة هانم. كان ولدي فوق وبناتي وأبوي هيخدموا تحت. أبوي كبر وسنيورة خطيبها عايزها وزهيرة تبقى مع جدها لحد ما يجي لها عدلها. براحتك، بس لو فاكرة انهم بعد ما يمشوا هتقولي البنات وحشوني اخد يوسف واروح ازورهم مش هينفع، مش هوافق. لا مش هقول، بناتي وابوي يرجعوا البلد وانا لما يوسف يتفطم هرجع لهم وحدي. تمام، مادام كده خلاص يرجعوا وانا هتكفل بكل مصاريفهم وبفرح سنيورة كمان. كتر خيرك، أنا ما طلبتش غير إن هما يرجعوا البلد. مقدرش أهملكم دقيقة وأنتوا أغلباً روحي، لكن ما أرضلكمش تعيشوا خدامين أبداً. سنيورة تروحي لعريسك، وأنت يا زهيرة تراعي جدك لحد ما يجيلك عدلك، وأنا يوسف يتفطم وأحصلكم. ها؟ يكسر لقمة بس بسنته وتلاقوني عنديكم. وانت يا بوي خلي بالك من روحك ومنهم. حاسس بيكي وعارف ومقدر يا نادرة، خليكي ما تخافيش، ربنا يقويكي على اللي فيه يا بنتي. روحي شوي. يلا زهير خليها بنتي، خلي بالك منهم يا بوي. خلي بالك منهم يا بوي. ايه الحلويات دي؟ ايه المرسحيه الحلوه دي يا بساطي؟ انا شايفها في العادي منه، يعني مسلم ومسيحي ويهودي، ايه الجديد يعني؟ الجديد انها مصريه يا بساطي، بتقول ان كلنا مصريين. الجديد ان الريحاني المره دي عامل حاجه من هنا، مقدمها من هنا، مش حاجه فرنساوي ولا حاجه انجليزي. مش كنا احنا اولى بتعمل التذاكر دي؟ ازاي يعني نكون ارتست ونروح ندفع فلوس لارتست تانيين زينا؟ الفرجة على الريحاني تمنها غالي يا بساطي. يفرق ايه الريحاني عن البساطي؟ وعلى فكرة تمن التذاكر دي هتتخصم منك يا علي. يلا يلا، انت مستني ايه؟ يلا بينا. استنى بس، استنى نسلم على سي الريحاني الأول وسي بديع خيري. طب تفتكر لو احنا طلبنا منه يسيبه من بديع وأنا نكتب له وأنت تعمل له المزيكا يقبل؟ يعني وأناش عرفني يا وديع، أنا نفسي نسلمه عليه وخلاص. أهو أهو نازل يا وديع أهو. ادينا لقمة. ايه نورت اسكندريه يا سي نجيب. اسكندريه منوره بعويد الكهرباء يا سيدنا، كتر خيرك. ازيك يا سي بديع؟ تسلم ايدك. يسلم ذوقك. عجبك العرض؟ عجبني، ده انا اتهوست بيه، واللي فرحني اكتر انكم عاملين حاجه مصري. حاجه مصري؟ لا ده انت ابنكار بقى مش جمهور. اني علي بحر مزيكاتي وبنعمله مرسح اني وديع بساطي. هو فين؟ اهو. ايوه يخرب بيت شيطانك، مش انتوا اللي عملتوا دبرني يا وزير وطز. الله ينور عليك يا سي نجيب. ايوه تمام، احنا فنانين وفنانين كبار زيكم. بص بقى يا سي علي، موج بحر يا سي نجيب. سيدي بحر موج اهي كلها غرقه. الفن ده مش بتاع حد، والجماعه الخواجات سبقونا في دي اللعبه، وبصراحه المواضيع عندهم مواضيع جميله قوي، والناس عندنا زي ما انت راسي عالمهم على قده، محدش بيقرا، وهي المسرحيات بدل الكتب، ودينا بنقريهم موليير وشكسبير. انت فنان كبير ومالكش زي ياسي نجيب، والكلام على قد العشم بساطي ما يقصدش. اذا كان على قد العشم خد راحتك على الاخر في العشم، اهرينا عشم. بس ايه هو كله عشم في عشم؟ ايه مفيش عشم؟ بتتكلم جد؟ يا سلام، ده انت تؤمر. يبقى كده السناره غمزت. اركب بقى وسيبك من القرموط صاحبك ده، اركب يلا كله عشينا، يلا اركب. قرموط؟ أنا وديع البساطي، وبنكتبه أجدع من صاحبك بديع. وماله سوى وديع؟ فرقت إيه بديع عن وديع غير حرف؟ وإيه حرف دي سهلة؟ اركب اركب. يا ساتر، فرق إيه القلب عن الكلب غير حرف؟ وبعدين معاك يا سناجيب، ما يصحش كده. يا سيدي خليك بحبوح أمال، القافية حكمت. ما تبقاش زي إيميقي، خليك كظماني أمال. يا وديع خليك كظماني أمال. كظماني ماشي، بس من غير سلخ، اعمل معروف. اهي سلخ دي بقى هتجيب خروف مش معروف. والله جزشتنا جوعتنا. انستنا يا سبديع، بسطتنا يا سبوساطي. مع السلامه يا بوساطي. دريت عليك ان يوسف الثالث ملوش اي علاقه بيوسف الاول، وإن حفيد هلاوي. أنا نفسي كان ممكن ما نعرفش الحقيقة دي لولا جوابات نادرة، جواباتها اللي فضلت تكتبها ليوسف الأول حتى بعد ما مات، وكأنها بتعتذر له. كتبت له بكل مرارة وصدق، كتبت له الحقيقة اللي فضلت مخلياني مش مرتاح طول الوقت، ومش قادر نقبل فكرة إني مش وريث حقيقي للقصر، وإن يوسف مزيف. أنا يوسف ابن الفكرة المجنونة اللي لمعت من سنين في عقل خديجة هانم. هتكبر وهتتربى زي ما خديجة هانم عايزة، ولد مؤدب متربي ابن ناس، عشان انت يوسف بيه. يوسف بيه لازم يسمع كلام خديجة هانم. أيوة لازم يسمع كلام خديجة هانم. أنا جاي لي عرض في القصر ب 100 مليون جنيه. البساطي صح؟ أيوة. وبتقول لي أنا ليه طيب؟ أنت من الأول القصر يهمك، فلو عاوز تاخده أنت أولى. لا خالص، القصر لا قصرك ولا قصري. القصر ملك سلمى، لو عايز تبيعه أعتقد هي لازم توافق الأول. سلمى مراتي مش صاحبة القصر. لا صاحبة القصر هي وولادها منك. يوسف أنا لما وافقت عليك في الأول وقفت جنبك وصرفت على قضية القصر دي فلوس كتير، ملايين برضو، مش عشان يرجع لك، عشان سلمى. إنما تاخد سلمى والقصر وكمان عايز تبيعهولي، ده أنت طلعت طماع قوي يا يوسف. طماع؟ أنا القصر ملكي، أنا نبيعه نهده وأنا حر. لا يا حبيبي، نظريا القصر باسمك، انما فعليا القصر ملك سلمى. وطول ما سلمى مبسوطه هيفضل القصر باسمك، انما لو سلمى زعلت لا هيبقى فيه قصر ولا سلمى. وزي ابني ما قابلناك على بابه هنسيبك برضه على بابه. يعني ايه؟ يعني تقول للبساطي ان القصر دلوقتي ملك فاروق بيه، وسيبني انا والبساطي نتفاهم مع بعض. بس القصر ملك انا يا فاروق بيه، واقدر نتصرف فيه زي ما انا عاوز. وماله؟ جرب مش عيب. ايه يا ست هدى؟ احنا هنبات النهارده هنا ولا ايه؟ مش يلا بينا؟ هو انا كل يوم معاها؟ ما لسه بدري. عموما براحتك، انا لازم امشي. وانت يا يوسف خلي بالك من سلمى، انت دلوقتي بقيت مسؤول قدامي عن كل حاجه. طبعا. والنبي طب يا ماما بداتي معايا النهارده. واسيبه يرتاح ليه؟ هجيلك تاني. يوه يلا يا حبيبي، باي باي يا ولاد. باي يا بابا، وانت يا جماعه توحشوني قوي. مالك؟ كابوس؟ لا بس مش عارفني ننام. ليه يا حبيبي؟ نام انتي، انا هحاول ننام، ما تشغليش بالك. انا صحيت خلاص. طب تيجي نحكي زي العيال الصغيرة لغاية ما نروح في النوم؟ يلا احكي لي. كفاية حكايات، أنا مش قادر نحكي. واحكي إيه؟ أكمل اللي حكيتهولك ولا نحكي اللي حصل؟ وإيه الفرق؟ الحكاية دايماً بتبقى أحلى من الحقيقة. طب ما تحكيها زي ما حصلت. ما تبقاش حكاية، محدش هيصدقها. يعني إيه؟ يعني مفيش خديجة هانم ولا يوسف ولا نادرة ولا أصداف ولا علي بحر؟ شكل الكتاب قرب يخلص يا سجوني. إيش عرفك إنه هيخلص بساطي؟ عجزت وقربت تتكل على الله وبان عليك الكبر، يعني قرب يخلص. انت هتفوت عليا يا بساطي. هتفول يا خوال. هتفول بساطي حتى لو مت. منصور ممكن يكمل الكتاب لو حب. بما انك كتبت السنين اللي فاتت دي كلها يا خوالي، ايه هي يا ترى اهم حاجه حصلت؟ ايوه، حصل حاجات كتير كتير قوي. صحيح، الحرب خلصت وهتلر انتحر. بعد ما كنا عشمانين فيه يتحنك وينجدنا. مفيش مجنون بينجد حد. الحرب خلصت بعد سنين من الجنون. أول ما رموا القنبلة الذرية على هيروشيما يا بساطي الحرب خلصت. أنت عارف كانوا مسميين إيه القنبلة الذرية بحر؟ هيسموها إيه يعني؟ كان اسمها الولد السجاير. صحيح، ما تخافش من الهبلة، خاف من خلفتها. رموا الولد السجاير من الطيارة مات 80,000 بني آدم، والحرب خلصت بعد ما مات 78 مليون بني آدم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عارف يا خواجة إيه هي أحسن حاجة حصلت السنة اللي فاتت؟ إيه يا بحر؟ الغنوة المعجزة، رق الحبيب. يا سلام، ايه كلام رامي ده يا جوني؟ وايه لحن الأصبج ده يا وديع؟ وايه صوت الست ده؟ معجزة يا جوني، معجزة. طب انت حافظ كلامها؟ حافظه؟ ايه اللي حافظه؟ ده محفور هنا. بتقول لك يا سيدي رق الحبيب ووعدني يوم وكان له مدة غايب عني، حرمت عيني الليل من النوم لاجل النهار ما يطمني، صعب عليا انام لحسن أشوف في المنام غير اللي يتمناه قلبي. يا سلام يا سلام. يعني بعد ما سمعت الغنوة دي يا خواجة قلت عمري ما هنلعبه غنى تاني. مين يجيله قلب بعد غنوة زي دي يمد إيده على العود؟ مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مؤاخذة يا معلم خير، اتأخرت عليك. ها يا رجالة، عاوزين تسمعوا ايه الليلة دي؟ أبو زيد ولا الزناتي ولا الأمير حسن ولا دياب والدغان؟ كل ليلة كنت هغني اللي على مزاجي. الليلة دي مزاجي أغني اللي على مزاجكم. لا مؤاخذة انت يا عم زكريا، كتر خيرك عاد، ما عادش فيه لزوم. هو ايه اللي ما عادش فيه لزوم يا معلم؟ لا هناك ولا لابو زيد ولا الزناتي. الراديو في كل حاجة والناس ما عايزاش تسمع غيره. الراديو؟ مين قال الكلام ده؟ صح الكلام ده يا رجالة؟ ارتاح يا عم زكريا، الراديو هنسمعوا فيه أغاني جديدة لعبد الوهاب وأم كلثوم. سيبك من أبو زيد والجزية، خليك في الجديد واسمع الراديو. لا أنا ما أسمعش الجديد، ما أسمعش الراديو. طب اقعد اشرب حاجة. لا ما أشربش حاجة، عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض. خربت وقعدت على الكنبة يا راديو، روح منك لله يا شيخ. دخلت القهاوي يا وش الفقر، مبقاش زمنك أبو زيد. أبو زيد الليلة دي مات، اجروا الفاتحة عليه، اجروا الفاتحة لأبو زيد. سرحان في ايه؟ استنى، هو انت مبسوطه في القصر؟ مبسوطه عشان سوا. يعني لو بعته تزعلي؟ تبيعه ليه؟ عادي نبيعه وناخد شقه حلوه ونعمل اللي نفسنا فيه. انت طول عمرك مستني القصر، ليك فيه تاريخ وذكريات فاتت، حلم لسه جاي. ليه تضحي بكل ده عشان الفلوس؟ هو انت ليه حابه القصر قوي كده؟ ايه المشكله ان نبقى من غير قصر يعني؟ المشكله مش في القصر، المشكله فيك انت. ليه ما بتنامش؟ ليه مش مرتاح فيه بعد كل اللي عملته عشان توصل له؟ عادي، من حقي نغير حياتي، وجاي لي فيه عروض كتيره. ايه المشكله؟ عروض؟ أنا حبيت القصر وقصصه، قابلتك قدامه وتمنيت أبقى معاك فيه. على العموم عن إذنك، براحتك براحتك. سلمى